أرض الفيروز شهدت السنين اللي فاتت تنفيذ أكبر خطة تنمية لقطاع النقل والطرق، ونجحت الدولة في إنها تنفذ أكثر من 63 مشروع بأطوال 3440 كيلومتر. كمان تم تنفيذ 5 أنفاق. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أرض الفيروز شهدت السنين اللي فاتت تنفيذ أكبر خطة تنمية لقطاع النقل والطرق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت الدولة في تنفيذ 63 مشروع بأطوال 3440 كيلومتر، كما تم تنفيذ 5 أنفاق، ده غير إنها تبنت مشروع تطوير البنية التحتية من خلال بناء وتحسين شبكات الطرق بما يعزز التواصل والتنقل السريع داخل المنطقة. وأنشأت الدولة العديد من الأنفاق في سيناء لتسهيل حركة المرور وتوفير وسائل النقل الفعالة، وتم بناء أنفاق زي مثلاً نفق الشهيد أحمد حمدي ونفق الشهيد محمد نجيب اللي بيعتبر تحفة هندسية وبتسهم في تسهيل التنقل بين المدن والمناطق في سيناء. وهنلاقي مشروع أنفاق قناة السويس اللي خرج للنور وبمثابة شرايين حياة جديدة علشان بيعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، كما إنه بيختصر زمن عبور القناة ل 20 دقيقة فقط بعد ما كانت مدة الانتظار بتصل لأيام من خلال إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس. وجي مشروع أنفاق قناة السويس بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أنفاق قناة السويس. الأنفاق دي ساهمت في عملية إعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني في مصر، مما يساعد على جذب الاستثمارات والعمل على سرعة إعمار سيناء وربطها بالوادي. زي ما تابعنا في التقرير، قطاع النقل والطرق من أبرز القطاعات اللي حصل فيها طفرة تنموية كبيرة جدا في سيناء. الأنفاق اللي بتمثل شرايين الحياة واللي بتربط سيناء بالوادي، كنا دايما زمان بنقول إن سيناء منعزلة وبعيدة عن أرض الوطن، دلوقتي سيناء في قلب الوطن من خلال شبكة الطرق والنقل.